بيبس. اليوم التقيت بشب صاحبي كنت انا وياه بالمدرسه نحن صغار. ايه؟ ايه شو صار لك؟ لا لا كفي جملتك كفيها. ماشي حياتي التقيت فيه على الطريق وعم بكرج بنته بالبوستات. خلصت. ايه لانه فكرتك عزمته لعنا وهديته مفتاح البيت مثل جيمي يعني. ما شو قصة جيمي هلا بالموضوع؟ لا حبي انه حاسه بيتنا عم بصير يشبه نزل السرور، يعني بعد شوي رح حط فرشه ونام على البلكون لانه جوا بطل يساعنا. حبي